بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 90 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فنواصل الاقتباس للأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونختص في حلقتنا هذه الاقتباس من كلامه رحمه الله في بيان الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الله سبحانه والإيمان به، وأنه يرجع في ذلك إلى الرسالة والوحي وليس إلى مجرد العقل. قال رحمه الله: إن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال: ووجدك ضالا فهدى. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر أنه كان قبله من الغافلين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في صحيح البخاري في خطبة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه: أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به. بيّن الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الذي سبق ذكره أن اهتداء الأنبياء وغيرهم من الخلق إنما هو بالوحي المنزل لا بالعقل المجرد. ثم أشار إلى أن هداية الأمم إنما تكون باتباع الرسل، فقال: وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. ثم بين رحمه الله أن منهج المصنفين من أهل السنة مبني على هذا الأصل، ولهذا كان طائفة من المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا. ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وذكر آيات بهذا المعنى إلى أن قال: فيمنع أن آيات الله والرسول تمنع الكفر، وهذا كثير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله طريقة علماء الكلام، أي علماء المنطق المخالفة لطريقة القرآن في إثبات العقيدة، وهي أن طريقتهم أولا تقرير الربوبية،
ثم تقرير النبوة، ثم تلقي السمعيات من النبوة، كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية ومن سلك هذه الطرق في إثبات الصانع أولاً بناءً على حدوث العالم، ثم إثبات صفاته نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي على ما بينهم من اتفاق واختلاف إما في المسائل وإما في الدلائل، ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات، وهي أصول دينهم، وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة، فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. وهم قسمان: قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملية، وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة، حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح من الله عندهم. ولهذا سموهم مشبهة الأفعال. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج، ثم بين رحمه الله الفرق بين الطريقة القرآنية والطريقة الكلامية في الدعوة إلى الله، وهو أن الطريقة القرآنية البداءة بالأمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة لا بد فيها من معرفة الرب والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه، وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده، وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له، كما جاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، كإبليس اللعين، فإنه معترف بربه مقر بوجوده، لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء، وكل من شقي فباتباعه له، كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه، مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده، وإنما استكبر عن الطاعة والعبادة، إلى أن قال: ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله. وكذلك قوله لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.